النهارده من استوديو دراما. احنا طبعا بنقابلكم قبل الفطار مش بعد الفطار زي ما احنا متعودين. دي باذن الله النهارده حلقتنا تعجبكم، واحنا معاكم على الهواء مباشره، ومعانا نجمه جميله كلنا بنحبها وبنحب نتابع اعمالها، هي منى جلال. ازيك يا منى؟ ازيك يا مول؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي. رمضان كريم. الله اكرم. الصبح دايما احنا قبل الفطار كده ساعات بنبقى مهنيين شويه مش مركزين. ايوه بالظبط، الصيام. بس هنحاول ان احنا نركز مع بعض ونركز مع جمهورنا عشان نعمل لهم حلقه حلوه باذن الله يا رب. عايزه اقول لك الف مبروك على المسلسل. الله يبارك فيكي حبيبتي. يا رب يكون عاجبك. لا اكيد عاجبني عشان انا عارفه انتقاداتك عامله ازاي. لا اكيد عاجبني. انا عاجبني اكتر حاجه فيه كميه النجوم اللي موجوده فيه. ده بقى يرجع الشكر لتامر عبد المنعم، هو اللي عمل ده. تاني. هو اللي جاب كل النجوم دي وضفرهم ان كل النجوم دي تبقى موجودة في عمل واحد. يعني دي بطولة جماعية، ودي احلى حاجة في المسلسل ان كل الناس مش ابطال، كل الناس عاملة مدفرهم تامر عبد المنعم في اطار المسلسل كله. طيب تامر هو مؤلف العمل، ازاي اقنعهم يعني دايما ان انت تروحي لنجم، وخصوصا يعني لو سوبر ستار وليه حجمه، يعني مثلا هنقول زي النجم فاروق الفيشاوي هيبقى عايز العمل هو المين، يعني هو الاساسي فيه. ازاي تامر قدر يقنع الناس دي كلها إن عنده كلها خلطه سحريه؟ والله عنده خلطه، عنده حاجه كده بيقنع الناس بيها، بيقنع كل الناس ان هو ما يشتغل. بدأت ما كانش المسلسل. لو ما كانش اقنعهم ما كانش يبقى في مسلسلنا في حوالي 45 نجم. صحيح ما بالزبط. شاء الله. يعني ولسه بعد كده كمان لسه في نجوم ما ظهرتش، يعني لسه المسلسل. بدا امتى مشروع مسلسل المراهقه؟ بصي، هو انا حضرته في الاواخر، بس انا عارفه ان هو كان بادئ من 3 سنين، وكان كل سنه بيتاجل، وكان كل سنه تامر بيجدد فيه وبيعمل وبيطور في الورق اكتر، لغايه لما قرر ان هو يعمله السنه دي. بس كان يعني الحمد لله ان هو اتاجل علشان ابقى انا موجوده فيه، وعشان كم النجوم دي تبقى موجوده فيه. بس هو كان نيم الاساسي كان موجود فيه استاذ باسم ياخور واستاذ محسن محي الدين، كانوا هما اللي موجودين في المشروع ده من الاول. لما اتعمل من 3 سنين وهم اللي كانوا موجودين، وبعد كده اتغير بقى عليهم الناس. يعني قمر كانت موجوده واتغيرت، جه مكانها دولي شاهين. استاذه دينا كانت موجوده من الاساس، شيرين رضا ما كانتش موجوده، كانت بتعمل دور تاني خالص في المسلسل، واقنعوها بان هي تعمل دور ام لاول مره. ده حاجه جديده، وطبعا وشخصيه جديده مختلفه عليها، شخصيه جديده خالص، وانا بعمل ام لاول مره، شخصيه جديده برضو عليا. فالشخصيات كلها جديده، احنا كلنا طالعين بشكل جديد بشكل مختلف. يعني انا شايفه ان في تطور في الشخصيات اكتر. طيب عايزين نتكلم بقى بصراحه، علشان ايه؟ نبقى كده الحوار سخن مع بعض كده. ايوه قبل ما ايوه. المسلسل المرافعه كل الناس قالوا ان ده القصه بتاعت هشام طلعت مصطفى وسوزان تميم، صح؟ طب انت طيب انا هقول لك على حاجه عشان ابقى كلامي بس مش زي الكلام، عشان في جدل على الموضوع ده. القصه ممكن تكون مستوحاة عشان جريمة القتل بتاعت رجل الأعمال، بس مش كل رجل أعمال يعني حصلت له مشاكل. يعني تعالي نشوف رجل الأعمال اللي عندنا جمال أبو الوفا، متجوز 78 مرة، حياته فيها ستات كتيرة قوي، مسلسلنا ما فيهوش جريمة قتل واحدة. دي المفاجأة، يعني لسه الأحداث هتتطور، في جرائم قتل كتيرة. فبعيدة خالص، ممكن يكون تامر أخد الخطوط العريضة بتاعت جريمة القتل بتاعت أصلا. أنت عارفة احنا قلنا ليه؟ لأن الجريمة دي كانت مشهورة جدا، الكل تابعها، مشهورة جدا، وكل الناس شافتها، كل الناس تابعتها. لما كل الناس شافتها أصلا في المسلسل قالوا دي قصة حياة هشام طلعت مصطفى وسوزان. وبعدين حتى لو أنت ركزتي مع الأسامي اللي تامر مختارها تحسي إن ليها نفس السجع الموسيقي للأسامي بتاعت الشخصيات الحقيقية. طب هشام طلعت مصطفى جمال أبو الوفا، طب قولي لي مصطفى أبو الوفا. يعني أنت قوليها كده. لا ما لا ملوش علاقه. ممكن يكون هو، طب هو ايه المشكله لو هو عامل سسبنس اكتر في المسلسل؟ يمكن علشان ده كان ملمس من 2010 جريمه القتل دي لما حصلت، يمكن ده كان ملمس شويه فهو اخده. ممكن يكون طور، ممكن. بس انت لما هتشوفي المسلسل، انت عارفه احنا ليه حسينا بكده؟ يعني ان انت موضوع ان فنانه وفنانه تانية جايبين، ان يعني لو هو رجل الاعمال جايبين اخواته شبه اخوات هشام طلعت مصطفى في الحقيقه، علشان كده الناس قالوا ان هي نفس القصه. بس عايزه اقول لك على حاجه، طب دي مش قصه حياه سوزان تميم اللي كاتبها تامر. تامر مش كاتب سوزان، هو واخد الشق الرجالي في الموضوع. شخصيه
راجل أعمال عنده أخوات ومشاكله وحياته وأسرته وبيتجوز كتير وراجل مهم في الحزب الوطني يعني، ودخل فيها الإخوان، كانت لسه الإخوان ما مسكتش الحكم، فهو عامل توليفة جديدة، غير يعني مغير كتير. مش هقدر أقولك إن، بس أنا عايزة أقولك على حاجة، طب ما أنتي سنة دي عندك كذا مسلسل موجود بتقولي ده شبه قصة حياة فلان، ده شبه قصة يعني ابن الحلال المستوحى من قصة كلنا عارفينها. طب انا اقول لك حاجه، احنا ممكن قولي. نحل الاشكاليه دي ونسال تامر عبد المنعم. طبعا. تامر مساء الخير وكل سنه وانت طيب ورمضان كريم يا رب عليك، والف مبروك على المسلسل. كل سنه منى، كل سنه وانت طيبه، وكل سنه طيبه منا. كل سنه وانت طيب يا استاذ تامر. تامر مبدئيا عايز اقول لك مبروك على شكلك مش غريب، عشان انا كنت بتابع الحلقات كلها، انت كنت هايل بجد والله كنت هايل، حتى الحلقه اللي انت طلعت فيها وكان عندك حاله يعني ظروف كده برضو كنت فيها كويس. ربنا يخليكي ميرسي. قولي بقى، مسلسل المرافعه شبه القصه اللي احنا بنتكلم عنها ولا مش شبهها خالص؟ لا والله اطلاقا، المرافعه بس بيرصد المجتمع المصري في عام 2010 من خلال شخصيات بتمثل اكتر من طياره. يعني هتشوفي باسم بيمثل الحزب الوطني، اخوه مايل اخوان شويه، وعيله يعني انا لاعب على فكره ان في عيله. وايه اللي ادى بينا لما حدث في يناير، مش تمجيدا فيها طبعا يعني ولا بتاع، لكن بقول يعني ايه اللي بتضحكوا عليه. انا عارفه رايك، انا بضحك وساكته. مش تمجيدا في الحاله، وانما رصد ايجابي مش ايجابي كمان. فير يعني، انا راجل لا انا هنا ولا انا هنا. انا كنت في الحزب الوطني، اقدر اكتب عن الحزب الوطني بشكل محدش يعرف يكتب عنه. انا كنت على صله بجهاز هيئه من الدوله، اقدر اكتب عنه بشكل مختلف عن اللي بنشوفه، زي ما بيطلعوا ضباط مجرمين وقتالين قتلة وبيحرقوا الناس بالسجاير، يعني اقرب الى المرضى النفسيين. عندي اكتر من نمط شخصيه، يعني ما تشوفي معارض زي يوسف شاوي اللي هو الاستاذ احمد راتب في العمل، معارض بمفردات مختلفه عن المعارضه اللي احنا واخدين عليها في الدراما. انا شايف ان انا برصد بشكل وجهه نظر يعني حياديه ما حدث في خلال عام 2010، اللي في رايي انه اخطر عام في العالم العربي، لانه تلاه ثورات الربيع العربي اللي غيرت شكل الخريطة وغيرت شكل التعامل وغيرت شكل الأخلاق وغيرت حاجات كتير. غيرت حاجات كتير، و2010 كان فعلا تحسه العام التمهيدي لحدوث يعني كل يعني اللي احنا شفناه. بالبلدي كده أعمق بكتير من إن أنا أقول دي سوزان تميمي رحمة الله عليها، أو ده المهندس هشام طلعت مصطفى. أنا لسه منى دلوقتي عمالة بتقولي لا، بس حتى اخواته شبه عيلة هشام طلعت مصطفى. القصة على فكرة هو اخواته، هو اخوه ما كانش اخوان. شخصية مدام سحر، ومدام سحر صديقتي على فكرة وأعرفها كويس، مالهاش علاقة خالص برضه ببنتنا. ما عندوش اخ زي شقنقيري عنده رخشان. يعني في اختلافات، وانا عايز الناس تهتم وتتفرج لحتى النهايه تشوف، يمكن اكون اقصد اللي جوه القفص دول اكبر بكثير من صحيح. طيب تامر، انت كمان يحسب لك ان يعني كميه كبيره جدا من النجوم موجوده معاك في المسلسل. ده صعب يعني، انت طبعا مؤلف شاركت في الانتاج وطبعا وبتشارك في بطوله العمل، ان انت تقنع كميه الممثلين دي كلها، وطبعا في منهم ليهم اسامي كبيره جدا يعني ممكن يبقى عايز المسلسل بيحمل اسمه لوحده، الاقناع كان صعب؟ وده عامل لي مشكله في التتر. هو ساحر. بالعكس، ده احلى حاجه فيه، انت عامل لك مشكله طبعا في ترتيب الاسامي. المسلسل يا فندم باختصار شديد ملوش علاقه بان تامر بطله او ان بس بطله او لا، انا بقول لك عامل لي مشكله كبيره في التتر. فاهماني ازاي يا استاذ منى؟ طبعا يعني كل واحد عايز اسمه الاول، لان كمان هم اسامي تستاهل انها تبقى في البدايه. الكبار زي دول كلهم موجودين، ما اقدرش ان انا اقول دول، ده مش بقى كلنا ابطال العمل، ولكن بتقتضي بقى الاقدميه هي اللي بتتحط في التترات. طيب يعني بما انك المؤلف، القلم اللي احنا شفنا منا اخدته امبارح ده كان مكتوب في الورق ازاي؟ لان احنا شفنا قلم قاسي جدا. لا هي وليه مجنونه منا يعني، مش منا لا الشخصيه الدور ومتحاميه في اخوها وحاسه ان هو ظهر ليها، فخبطت في جوزها اللي هو يبدو عمله احمد حافظ، عمله بشكل جيد وحقيقي.
مغلوب على امره او ساكت محسسه ان هو عايش في خيرها. والام رافضه ده. ولو شفنا حلقه امبارح هتلاقي ان برضه جمال برضه مش ساقه، يقول لك هكسره وهضربه حتى من غير ما يعرف اخته غلطانه ولا مش غلطانه. يعني هي ونهايتها نهايه ماساويه الحقيقه، وده برضه مش عند مدام سحر يعني. لان انا لو قلت ده هشام طه مصطفى، طب ما سحر هتزعل مني و عندي مني طبعا، ده عندي انا يعني. ما او ان محسن على فكره صديقي يعني، ربنا يفك سجنه يا رب، وكان صديق شقيق الله يرحمه، وما كانش بيشم، انا طالع بشم. فاحنا مش عايزين نقول ده فلان ده علان ده كده، هتلاقي شخصيات بقى اعمق من كده واهم من كده موجوده جوه الروايه. اكيد، وهنتابع معاك المسلسل باذن الله لغايه نهايته، وبالتوفيق يا رب. ميرسي جدا يا تامر. شكرا يا منى، ميرسي منى، كل سنه. ميرسي يا استاذ، كل سنه وانت طيب يا حبيبي. ميرسي قوي. شفتي؟ شفت بقى. عايزه اتكلم معاكي، خلاص احنا طلعنا من موضوع نفس القصه او مش نفس القصه. المشهد، انا شفت مشهد امبارح صعب قوي يعني. ليه يعني؟ انا قعدت مستغربه، انا حسيت وانا قاعده في البيت ان الالم حقيقي. هو فعلا حقيقي، بس يعني ليه؟ بصي، هو اللي حصل كالاتي. احمد حافظ وجه جديد، اول مره يمثل، حبيبي غشيم، ما يعني مش متعود ان هو يعرف يضرب القلم، فيبقى قلم 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 يعني. انا اخدت قلم في المسلسل اللي فات من مدام سلوى وخطاب، وسلوى ايديها تقيله جدا. معقول؟ بس تاخدي القلم، بس هي بروفيشنال، بتعرف ازاي تضرب القلم. انما احمد وجه جديد فما عرفش يضرب القلم، فضرب القلم هنا، فانا رحت واخده القلم ووقعت. انا شفت فعلا، ما كنتش عارفه يعني، ما كنتش عارفه اتعامل بعد المشهد، ما عرفتش اتكلم يعني، بقي اتعوج يعني. فهو ايده تقيله قوي، وده فعلا والله قلم بجد، عشان انا كل الناس سالتني امبارح على قصه القلم دي. طلع بجد قلم. طب ليه قلم يعني؟ صعب. المخرج عمر الشيخ كان عايز ضرب واقعي. كان عايز قلم لان ما ينفعش انت اول مشهد بينك وبين جوزك، وانت بتقولي له انت وانت وانت مش راجل، مين هيقبل على نفسه ان هو يبقى كده؟ طويل شويتين. هي طول الوقت لسانها طويل يعني، انا بس مش عايزه احرق، بس هي طول الوقت فالجر، وطول الوقت لسانها طويل، وطول الوقت هي انا يعني، انا اخويا ده انتوا مين اصلا يعني؟ هي بتشوف الناس كلها أقل. مين الناس دي؟ هي عندها جمال ابو الوفا ده حياتها، وهي بتاخد قوتها منه، بتستمد شخصيتها منه، حتى هتلاقيها بعد كده هو صوته عالي كتير في المسلسل، هي صوتها عالي كتير في المسلسل، بتقلده في كل حاجه. يعني حتى لما بعد كده في الاحداث هيحصل لها مشاكل كتيره، هيقول لها ولا يهمك. هي مين؟ عكس بقى مدام سميحه خالص. مدام سميحه على طول ند، على طول بتعاند. لا، مش عاجبها كل ده، مش عاجبها حالنا كلنا، حال العيله يعني، ولا حال جمال، ولا حال جلال ابو الوفا الاخ الاخواني اللي بيحصل له بعد كده مشاكل، ولا فاطمه ابو الوفا. يعني احنا تركيب عيله تامر عبد المنعم عاملها بشكل جديد. احنا افتقدنا منها ان الام تبقى قاعده هي صاحبه السلطه وصاحبه القرار، وكل الابناء بيخافوا منها يعني. احنا كنا مفتقدين ده. انا شفت في مشهد من مسلسلات ما البنت طالعه بتشتم امها وزقتها وضربتها وقالت لها كلام، فلا، هنا تامر عامل العكس. البيت المصري اللي احنا افتقدنا الام، السيده اللي هي ما بتتكلمش، هي ما بتقولش اي حاجه، بس بصت عينيها تخيلنا كلنا ممكن نتخض منها. ده اللي احنا افتقدناه، ده اللي احنا هنشوفه بعد كده، هنشوفه في الحلقات الثانيه باذن الله. طيب قولي لي، السنه دي في مسلسلات كتيره جدا قوي يعني. احنا كل سنه قبل رمضان بنقول في نقص في السيوله، فما فيش اعمال كتير والكلام ده، بس السنه دي ما شاء الله في عدد كبير. بتتابعوا انت وزمايلك مسلسلكم ومسلسلات تانية؟ حاسين نسبة المشاهدة شكلها ايه؟ بصي، انا بتابع الحمد لله مسلسلي، بتابع مسلسلات كتيرة قوي، وطبعا بشوف نسب المشاهدة. احنا الحمد لله احنا بدأ نسبة المشاهدة عندنا بدأت تزيد، لان الناس في جدل على المسلسل. انتوا خلصتوا تصوير؟ لا، احنا لسه بنصور. انتوا لسه بتصوروا؟ احنا لسه بنصور. احنا عندنا كتير؟ جدل ان شاء الله على يعني 10 رمضان نكون خلصنا ان شاء الله. ان شاء الله. فانا شايفه مسلسلنا، بشوف اكتر ان المسلسلات اللي بيبقى عليها جدل اكتر دي للناس بتقعد تتابعها. فانا بشوف مسلسلات كتيره جدا عليها جدل، وانا شايفه من حسن حظي ان انا مسلسلي داخل في المنافسه بقوه الحمد لله. ان شاء الله. الحمد طيب قولي لي، الجدل عشان موضوع ان هي قصه او القصه لا مش بالزبط. هي هو ده اللي بالظبط، هو ده اللي عامل الجدل. والناس كتيره جدا طلعت ان باسم وتامر جمال وعلاء مبارك
كمان. يعني ناس كتيره قوي علقت على هواه بقى بالظبط. فكل واحد كل مشاهد بيتفرج على المسلسل فيقول لك لا انا مش هتابع المسلسل فيعجبه المسلسل فيقعد مكمل. صحيح. يعني انا بشوف ناس كتيره قوي ما كانتش بتشوف المسلسل في الاول دلوقتي بقت بتتابع المسلسل بشكل غير طبيعي ويقولوا لي الحلقه دي كانت كذا طب والمشهد الضرب ده انت عملتيه ازاي طب وتامر عبد المنعم حط ازاي المخدرات في علبه البودره. عندهم تفاصيل كتيره ومركزين مع التفاصيل قوي. طب خلينا نروح نشوف مشهد مع المشاهدين ونرجع معاكم مره ثانيه. صباح الخير. شفنا معاكم المشهد وبتعلي صوتك طول الوقت. هي طول الوقت. طيب الشخصيه بقى اللي بتبقى محتاجه ان انت على طول يبقى الصوت عالي فيها نيرف كده دي متعبه للممثل؟ متعبه جدا. يعني بصي انا عايزه بس يعني في ناس ليها فضل عليا عايزه اقول لهم ميرسي قوي. يعني احمد تمام ده كاستنج دايركتور ساعدني كتير قوي في ان انا ازاي اوصل للشخصيه دي. احمد مسعود الستايلست برضو ساعدني في تركيبه الشخصيه هنعملها ازاي في الشكل يعني والشكل اللبس هتبقى عامله ازاي. هي عندها مراحل كتيره قوي هنا هتبقى عامله ازاي وهتتكلم ازاي اتيتيودها ازاي. فاستمدينا الاتيتيود ده منها من جمال ابو الوفا ان هي متسلطه جدا وهي كدابه كتير بتكذب كتير قوي. فهتعملها. طب بتكذب ليه برضه؟ ما اعرفش بقى تشوفي في المهم. يعني مش عايزه احرق طبعا. انا بحاول اعرف اي حاجه طيب. لا يعني مش هقدر اقول لك بس هتشوفي بعد كده هي عايزه تاخد كل حاجه من اخواتها. هي عايزه تقول انا يعني انا اللي بعمل وهي عايزه تبقى كتفها بكتف جمال ابو الوفا كتير. فكانت شخصيه صعبه قوي. فاوقات كتيره قوي ما بتشوفيش هي عمرها ما بتشوفي لحظه ضعفها ما عندهاش لحظه ضعف. او على الاقل مش بتبينها. ولا بتبينها وهي من جواها ممكن تتكسر بس ما تبينش ان هي ضعيفه. فده كان مهم قوي. فقلنا ممكن ناخد طول الوقت نيرف عالي 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 لان هي جوزها على طول بيستفزها. جوزها على طول ما عندوش حاجه هما كمان مش بيحبوا بعض. فتمر ما يخليه على طول هو ضعيف الشخصيه. ما عندوش قدره ان هو يواجهها. فهتيجي تواجهيه هتواجهيه بايه؟ فطبيعي المواجهه لازم تبقى بالنرف الزعيق ده. فعلى طول هي بتزعق وعلى طول متنرفزه وعلى طول هو بيستفزها. بالظبط. بس في الاخر بقى اتغصب منها وضربها. لا في حاجات كتيره هتحصل بعد كده مش هحرقها لك لان هي بعد كده شخصيتها هتتغير خالص. بس اللي انا عايز اعرفه واحده بالتركيبه الشخصيه دي ما تسمحش لحد انه يمد ايده عليها عشان تبقي عارفه ورد فعلها يبقى عنيف. ما انت هتشوفي رد فعلها هيبقى عامل ازاي. ده في حلقه النهارده طيب؟ ده في الحلقات اللي جايه. منى ما تحاوليش. يعني حجلي ما اقدرش بتبقى ربنا ممكن يموتني على الهوا. لا ما انا بعد ما نخلص الهوا طيب هقول لك. انا عايزه اعرف طيب احنا قبل ما ندخل الاستوديو انت قلتي لي ان التصوير المشهد ده بالذات كان يعني بالعكس انت خدتي القلم الاول وبعدين الكلام. بالظبط. ازاي يعني انا شفت حوار طويل بينك وبين جوزك المفروض. الحوار ده كله بعد القلم. يعني استاذ عمر الشيخ ربنا يخليه يعني يتواصل بيا في المسلسل بالاقلام. وانت هتضربي تاني؟ هتضرب منه برضو ولا من حد تاني؟ هتشوفي. يعني هتشوفي. كان استاذ عمر عمل المشهد من الاخر للاول. قال لي هناخد القلم. قلت له طب انا لو خدت القلم انا ما اعرفش ايه اللي ممكن يجرى لي ممكن اموت ممكن يحصل لي حاجه ممكن وشك يورم كمان يعني يبان. قال لي مش عارف بقى. مهم قعد يقول واحمد ايده يعني ضربني بالقلم بايده الشمال. طب ايه وجهه نظره ان يعني المشهد الضرب يبقى الاول؟ اسألي بقى. يعني يتسأل. انا فعلا استغربت ليه ضربك بالشمال. استاذ عمر يتسأل السؤال ده. طب ليه برضه ضربك بالشمال؟ لان باليمين مش هيعرف يجي باليمين يضربني والكاميرا جايه كده. هي الكاميرا كانت ناحيه ايده الشمال بالظبط. فهو علشان كده وهو بس ما شاء الله عليه واحمد اشمل فعشان كده بيعرف يضرب بايده الشمال. لان انا لقيت من القلم. فعلشان كده فلما ضربني بالقلم فالقلم جه هنا. فلما القلم جه هنا انا وقعت على الكنبه وما عرفتش اقوم تاني. فقلت لهم بسرعه يا جماعه الحقوني اعمل المشهد لاني مش هعرف اتكلم بعد كده. فعملنا المشهد وطلع زي ما الناس شافت. بس الحمد لله انا عرفت اتكلم بعدها لاني كان صعب قوي. انت عارفه يعني ايه وايده تمام يعني الله يكون في عون مراته يعني. فايده كانت الحمد لله كويسه. لا والله يكون في عون مراته ليه هو بيضربها في حد برضه يضرب لا يعني الله يكون في عون يعني لا يعني اي حد بقى يقع تحت ايده يعني لو حصلت مشكله صعب او حاجه. صعب قوي يعني بس الحمد لله عدى. ده نجاح بالنسبه لي ان كل الناس بتعلق على القلم. ده بالنسبه لي انا لشخصيتي وللمسلسل ده نجاح. طيب انا ملاحظه ان دلوقتي معظم الفنانين سواء سوبر ستار او نجوم لسه بيشوفوا يعني بيبداوا دايما بيتابعوا مع
الجمهور بتاعهم على الفيسبوك، على طبعا الانستجرام، يعني عارفة تويتر، بيبقوا عايزين ياخدوا رأيهم. انتي بتعملي ده كمان؟ تبقي عايزة تعرفي طول رأي الناس من الوقت. أول حلقة؟ بصي طول الوقت انا يعني طول الوقت شغاله مع الناس، علشان في ناس طبعا مش عارفه مواعيد المسلسل فبقول لهم، في ناس بقى كونتينيوس كل يوم بقول لهم الحلقه اخبارها ايه، فتعليقاتهم الكومنتس بتاعتهم بتعجبني قوي، لان بشوف ان الناس فعلا طب قد انتي ايه ليه مش مدققه. مستنية لآخر الشهر؟ يعني لما يكونوا على الأقل فكرة. الحلو ان انتي بتعرفي الحاجه اول باول، طب يعني لو حد عارفه قالك حاجة وزعلتك وانتوا لسه خالص. بتصوروا؟ بالعكس ما بنتاثرش، يعني انا شخصيا ما بتاثرش خالص، لان الاختلاف في الراي لا يفسد الود قضيه. انا بالنسبه لي انا ممكن يعجبني المسلسل، لا انت ما هو ممكن ما لو حد، يعجبكيش لا شاف، المسلسل، لو حد قالك نقد مثلا على مشهد وانتي فعلا كنتي عارفة ان المشهد ده انتي عملتيه نص هحترم ونص. جدا اي نقد بيحصل ليا او للمسلسل انا بحترمه جدا، لان انا بحس ان المسلسل ده ابني، حاجه كده يعني عملناها مع بعض وكبرنا مع بعض ونجحنا ان شاء الله مع بعض وتعبنا، إن شاء يعني الله. عارفه تعب حوالي 10 شهور او 9 شهور تحسي ان انت ابنك ده اللي بيطلع دلوقتي على الشاشه هو اللي بيتولد، انت مبسوطه بنجاحه طب كل انتوا يوم ازاي لسه يزيد. بتصوروا رغم ان انتوا بادئين من بدري؟ يعني ظروف كتيره، ظروف تصوير، ظروف كان انسحاب مخرج، اعتذار مخرج واستبدال استاذ عمر الشيخ بمخرج تاني، ده عمل ده خلانا نقعد فتره ما نصورش. ما تصوروش. لان كان المسلسل اخراج استاذ حازم فوده، انا بكن له برده كل الاحترام، عشان هو برده كان من ضمن اسباب بدأ معاكي في نجاحي. التصوير؟ بالظبط، من ضمن اسباب يعني نجاح حاجات كتيره بالنسبه لي. طب لما بيتغير المخرج أثناء العمل ما بتحسيش إن في حاجة اتغيرت؟ الرؤية الإخراجية اتغيرت؟ طريقتكم في اكيد الرؤيه الأداء؟ الاخراجيه اتغيرت، لان كل مخرج وله مدرسته، وكل مخرج وله طريقته في الاخراج، وكل مخرج له رؤيته الفنيه في المسلسل. ولكن انا بعتبر نفسي ان انا عندي مسلسل تاني مع مخرج تاني، فبشتغل برؤيته هو. واستاذ عمر متعاون جدا مع الـ مع الـ مع الممثلين، يعني حتى الناس الجديده، حتى احنا متعاون، يعني استاذ عمر طب احنا ممكن نعمل ده كده علشان انا مش عاجبني، يعني ممكن اتكلم بالتون ده، فهو متعاون جدا وبيحب ودقيق جدا في تفاصيله، يعني عنده تفاصيل معينه في الشخصيات بيدقق فيها قوي. ده كمان نجاحه، يعني انا من بعد تحيه كاريوكا انا بعتز بيه جدا، لانه هو عمل حاجات مهمه في الدراما المصريه، وشايفه ان المرافعه كمان عامله له بوش حلو قوي عند الناس ان شاء الله. الحمد لله. انت السنه دي عندك المرافعه بس. طيب فكره ان يتعرض عليكي بقى اعمال، وخصوصا قبل رمضان في ناس كتير قوي بيتعرض عليهم العمل في الاخر، يعني عارفه يفضلوا قاعدين كتير وبعدين يتعرض عليهم اكتر من عمل او عمل قبل دخول رمضان على طول. انا عايز اعرف ده لا عليكم كفنانين مش بيوتركم ان انت احساسك انك بتقري كل الاخبار دي عن المسلسلات وانا لسه ما اتعرضش عليا لا حاجه؟ انا يعني انا اتعرض عليا حاجات كتيره، بس انا رفضت علشان انا كنت مركزه في المرافعه. عارفه لما انت اتعرضت بعد المرافعه يعني؟ اتعرضت عليا وانا بصور في المرافعه، اتعرضت عليا اعمال كتيره، بس انا رفضت، قلت انا مكتفيه بالمرافعه، وبالنسبه لي المرافعه حاجه مهمه قوي وعايزه اركز فيها، لو جالي كذا مسلسل مش هعرف اركز، فكان تركيزي كله في المرافعه. طبعا بعد ما شفت المسلسلات اكيد كان نفسي اعمل مسلسل، يعني كانت عيني على مسلسلين ثلاثه كده. اتعرض عليكي فيهم ادوار لا ولا ما انت اتعرضش، شفتيهم لا عجبوكي؟ شفتهم عجبوني، قلت انا كان نفسي اعمل المسلسل ده، كان نفسي ابقى في ايه اللي المسلسل. عجبك قولي لي؟ سجن النساء، سجن النساء. 7 وصايا، دول اكتر مسلسلات يعني طب سجن شدني. النساء ايه اكتر شخصية عجبتك بعيدا عن اللي كريم؟ دره، عجبتك دور عجبتني دره قوي، ولسه وعارفه ان روبي كمان عامله هي؟ شخصيه روبي لسه ما ظهرتش. هايله. ما ظهرتش لسه، بس انا عارفه ان هي عامله شخصيه هايله، ويعني انا كان نفسي اعمل شخصيه من الشخصيات دي. طيب منا، يعني خلينا اتكلم معاكي وانت فنانة ومن الوسط الفني، في ناس كتير معترضة على ان رمضان تحول ان احنا شايفين مسلسلات فيها سجن، فيها دعارة، فيها مخدرات، فيها فيها شتيمة ألفاظ، كتير قوي، فيها شتيمة فيها كتير. ألفاظ ايه، انا يعني انا مش مصدقة، انا مش مصدقة ان فيها ألفاظ كده. ايوه انا عايزة اعرف رأيك انت كفنانة لا من داخل رأيي، الوسط الفني. لا رأيي طبعا، لا لا بصي فكرة، ومش بس، ومش بنتكلم انه في رمضان بس، عموما ان الدراما دي بتدخل كل بيت، يعني مش هتقدري ان انت تمنعي ابنك، اخوكي، اي حد عندك صغير في البيت انه يتفرج. بصي منى، انا عايزه اقول لك على بس مسلسل بعينه رغم النجاح الكبير، وانا شخصيا واحده من متابعينه، ال7 وصايا.
فكرة ان الاخوه ان الابناء يقتلوا على قتل باباهم دي بشعة. يعني الاطفال الصغيرة الناس ممكن يجي في ذهنهم الحاجات دي، ده خطر. انما الالفاظ بقى انا حاسه ان مفتوح، مفيش رقابه الالفاظ. لا انا شفت امبارح مشهد في سجن النساء، انا اتخضيت، انا قاعده عامله كده قلت ايه ده، ايه ده الكلام اللي بيتقال ده؟ ده احنا عدينا السينما بمراحل. يعني ايوه في جرأه اكتر من في جرأه اكتر من السنه اللي فاتت. بالظبط، احنا قلنا السنه اللي فاتت ايه الجرأه دي وايه ده، السنه دي في جرأه، السنه دي في هوت شورت حضرتك في رمضان. شفته يعني السنه دي انا مش مصدقه. يعني احنا ممكن نلبس قصير، انا ما عندناش مشاكل، بس مش هوت شورت في رمضان. حتى ولو الشخصيه ايه، حتى لو احنا شعب مصري على فكره شرقي، مش احنا مش عايشين في امريكا. دي حاجات انا بدات تخليني اتخض، ايه ده احنا صحيح. فين؟ لا ولفت نظري كمان يعني في السبع وصايا برضو، لو احنا يعني انت اتكلمتي عنه، فكره قتل الاب، جايبين كمان جايبين ان ولاده بعد كده رايحين للمزارات بتاعت الشيوخ وبيتضرعوا لهم وبيقروا قران. لا يعني فما فهمتش، ممكن بعد كده الموضوع يختلف يتغير، بس انا كانت اعتراضي على القصه دي. طيب احنا كمان معانا النجمه باسم ياخور معانا دلوقتي على التليفون. ايه المفاجاه دي؟ مساء الخير يا استاذ باسم، ومنور مصر ومنور المرافعه. مساء الخير. مساء النور. يعني كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب. شهر كريم على الجميع، وان شاء الله يعني نكون بعد عرض المسلسل عند حسن ظن المشاهد، وان شاء الله نكون يعني في اللي بنقدمه بنحترم ذائقه المشاهد يعني يا رب. ده اكيد اكيد. واحيي حضرتك واحيي ضيفتك الزميله يعني منى منوراني النهارده الجميله يا استاذ باسم، واللي عملت شغل جميل في المسلسل، وانا كنت فعلا سعيد. انا اللي سعيده وليا الشرف على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد يعني على الصعيد المهني. انا اللي ليا الشرف ان انا بشتغل مع حضرتك. وقد ايه يا لا بجد لا 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 بجد والله انا عايزه اقول ان استاذ باسم ايه الاخلاق دي، ايه ده، مفيش كده. يعني انا ما شفتش يعني ده المجاميع بيتكلم معاهم ازاي، طريقته مع الناس، حبه للناس كلها من اصغر حد لاكبر حد، لهجته المصريه، دمه الخفيف، شربات، يعني تحسي انه اخوكي، تحسي انه حد من دمك بجد. يعني انا اللي ليا الشرف. خلاص انا خدت حق السلام عليكم. لا 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 ازاي. لا انا عايزه اقول لك ان انت كمان لفت نظر ناس كتير جدا ان اتقانك، طبعا ده مش اول عمل يبقى باللهجه المصري، بس الاتقان للهجه المصريه كان تمام زي ما منا بتقول، يعني الروح المصريه كانت موجوده داخل الشخصيه. هو اسمحي لي بس اعترف اعتراف بسيط، يعني هي اللكنه المصريه بتاعتي مش بيرفكت، يعني اعتقد ان انا عندي برضو شويه اكسنت سوري بيطلع احيانا، بس هم الاصدقاء اللي كانوا شغالين في المسلسل، واولهم طبعا مخرج العمل الاستاذ عمر الشيخ اللي بوجه له تحيه كبيره جدا عبر برنامجك، يعني هو ساعدني جدا في ان هو كان بيسمع دايما اللهجه بتاعتي وبيظبط لي بعض الحاجات وبعض المشاكل، بيقول لي لا دي ما بتتقالش كده، بتتقال بشكل مختلف، وده كان ساعدني برضو في ان انا اتقن اللهجه حتى خارج التصوير، وانا بحاول برضو خارج التصوير ان انا اتكلم مصري يعني مصري، فده كويس بيعمل لي براكتس في الشغل. ده اكيد. بس احنا يعني يكون ان شاء الله يعني يكون برضو التمثيل مقنع، مش بس يعني مش موضوع اللكنه فقط. لا طبعا اهم حاجه، عارف حضرتك انا بدات مع حضرتك باللكنه ليه؟ لان احنا احيانا بنشوف فنانين عندهم موهبه كبيره جدا، بس حاجز يعني اللكنه لما بنحس بتبعدنا عن الشخصيه. لما بنحسها ان هي مش مصريه بتبعدنا شويه عن الشخصيه. حضرتك اشتغلت في مسلسل في مجموعه كبيره يعني كوكبه من نجوم مصر، وطبعا النجمه الكبيره سميحه ايوب. لما تشتغل في عمل يكون بيضم كل الاسامي الكبيره دي في الدراما المصريه، يعني شعور حضرتك ايه وانتوا داخل الكواليس، طريقه التعامل مع بعض، انتظارك لنجاح المسلسل في مصر والوطن العربي؟ انا هقول لك ان التعامل اولا ده عمل، الحقيقه انا بعتبر ان انا كنت سعيد جدا ان انا اشتغلت مع كوكبه من نجوم كبار جدا، ومع كوكبه من نجوم بمختلف الاعمار، يعني ان كان نجوم كبار سنا وقدرا، وايضا نجوم شباب موهبه والتزاما وحبا في الشغل. انا
سعيد ان احنا عملنا عمل البطوله فيه هي مش بطوله انانيه ولا هي بطوله فرديه ولا هو الورق مكرس عشان بقى يخدم شخصيه بس على حساب الناس كلها. المسلسل ده الورق فيه ورق متوازن، كل شخصيه بتاخد حقها، كل شخصيه تخدم قصه العمل. والبطل الحقيقي في المسلسل ده من وجهه نظري هو القصه اللي مكتوبه بعنايه شديده جدا اللي كتبها استاذ سامر عبد المنعم. وانا اصلا اشتغلت المسلسل لان انا سجلت اعجابي الشديد بالمسلسل لما قريته قبل حوالي 5 سنين لما ابتدا كتابته. انت متابع مع القصه من البدايه. انا حاسس ان احنا عملنا عمل واقعي، عمل مش يعني اي يعني اي نوع من الدراما بس اللي هي بس احداث وكده، عاملين عمل يرمز لمرحله معينه في تاريخ مصر، بيتكلم عن اسباب حصول الغليان في بعض النواحي المعينه، عن الحاله السياسيه التي سبقت قيام الثوره في مصر، عن تفاصيل اجتماعيه برضو انسانيه كتير. فأنا حبيت الورق وأنا حبيت التعامل مع النجوم الكبار. أنا كنت متهيب جدا لما قابلت السيدة سميحة أيوب لأول مرة في اللوكيشن، فاجئتني بمودتها وحبها واحترامها. أستاذة بجد، الجيل ده لن يتكرر، جيل ملتزم، ملتزم في مواعيده، ملتزم بأدائه، بطبيعة التعامل الجدي جدا مع شغله. فشفوه فعلا، انا ارفع القبعة احتراما للناس دي، ارفع القبعة احتراما لكل الزملاء والاصدقاء اللي اشتغلوا في المسلسل ده. واعتقد ان الحلقات اللي جايه ان شاء الله هيكون فيها زخم شديد واحداث حلوه باذن الله. ان شاء الله. استاذ باسم شابو ليك، علشان انا عايزه بس انت ممكن ما تكونش متابع اكتر الناس بتقول ايه. الناس معجبه جدا بيك، الناس حباك قوي قوي قوي. انا مش متابع حاجه، انا ما اتفرجتش اصلا على حلقات، انا بصور امبارح لغايه الساعه 5. انا عارفه. لا، الناس حابة جدا جمال أبو الوفا، الناس حباك بشكل فظيع، حابين طريقتك وانت شرير، الناس أول مرة تشوفك شرير بالمصري، الناس كلها بس عايزة بتقول لك إن هي بتحبك قوي، وإن إحنا كلنا متشرفين ومبسوطين إن أنت معانا في مصر بمسلسل زي المرافعة. ميرسي ليك، شابو 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 جمال أبو الوفا بجد. أنا اللي أشكركم جدا وأشكر الفرصة لإتاحة يعني الفرصة دي عشان أتواصل معاكم. شكرا. مرسي. يعني شكرا على الكلام الجميل ده كله. وأنا عبر البرنامج بس بحب أقول للناس كلها كل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله يا رب، رمضان كريم. الله أكرم على المداخلة دي. ميرسي يا فندم. ميرسي ميرسي. حلو الروح اللي موجودة ما بينكم في المسلسل. لا استاذ باسم، يا نهار ابيض، انت تقريبا مشاهد كتير معاه، يعني هو تقريبا ثلاث ارباع يعني المشاهد. بصي يعني احنا استاذ تامر واستاذ باسم وخفة الدم اللي ما حصلتش، انا ما كنتش متوقعة خالص ان باسم ياخور دمه خفيف كده. بس باسم ياخور اصلا في سوريا كل الاعمال اللي بيقدمها كوميدي، يعني الانجح طبعا بيقدم كله كوميدي. بس الانجح كان كوميدي، وخالد ابن الوليد، وعمل مسلسلات مهمة جدا طبعًا في الدراما السورية، ولما جه هنا عمل دراما مصرية كان دايما بحس ان هو كده. اتفاجئت بقول لك بجد، انا اتفاجئت بقى. مش يعني قولي طب احنا ممثلين زملاء، شوفي الناس بيعاملها ازاي. انا اتفاجئت بتعامله مع الناس الصغيره، اتفاجئت بتعامله مع المجاميع، اتفاجئت لما حد بيجي يكلمه ويتكلم معاه، وقد ايه ما شاء الله ثقافه عاليه جدا. انت ليه بقى بتقولي اتفاجئتي؟ هو يعني دايما السوبر ستار بيبقوا ايه، مغرورين جوه اللوكيشن؟ مش كده، حاسين بنفسهم؟ لا مش كده. بصي كل واحد بيبقى مش فاضي، كل واحد بيركز في شغله، كل واحد بيركز هو داخل يعمل ايه. طب انا ممكن اركز بس ابقى ذوق ولطيفه برضه. بس هو ذوق كتير بصراحه، يعني واخد مننا قوي، واخد مننا الروح المصريه. انا ده اللي انا قصدي اقوله لك. هو عنده روح المصريه، مش يعني ممكن حد متغرب او كده، او هو ممكن كل واحد وله اتيتيود، وممكن ما يكونش هو بيحب يتكلم مع حد. طب اسالك سؤال بصراحه، احنا بنقول الكلام دوت علشان انت منا وعشان هو الفنان باسم ياخور. طب لو كانت اللي واخده البطوله بالحجم ده فنانه سوريه او فنانه لبنانيه او تونسيه وات ايفر هي من اي بلد، ما كنتيش هتحسي بغيره شويه ان ليه ما خدش فرصه كبيره زي دي في بلدي وفنانات غيرها ياخدوها؟ دولي شاهين، ودولي شاهين يعني ست قد ايه جميله. بالعكس
لذيذه جدا برضو. اتفاجئت. لا بالعكس، انا قصدي اقول لك ان حجم باسم ياخور بمسلسلاته ما شاء الله، بنجوميته، بروحه حلوه، لقيتيه متواضع، متواضع ومصري. يعني احنا بنقعد معاه بنضحك معاه، بقعد استفيد منه كتير جدا. يعني طريقته، حبه لبلده سوريا، حبه لبلدنا مصر، ثقافته، بيتكلم في السياسة بشكل قد إيه جميل. يعني أنا بستفيد منه لما بقعد أتكلم معاه، بستفيد منه جدا. طب قولي لي، وجودك في مسلسل المرافعة، أنت حاسة أنه هو فادك في مشوارك الفني؟ طبعا بالنسبة لي خطوة فادني طبعا. يعني أنا من خلال البرنامج بشكر تامر عبد المنعم على كان ترشيحك من مين؟ من تامر؟ ترشيحي من تامر عبد المنعم وأستاذ حازم فودة المخرج السابق. ده كان ترشيحي، وترشيحي كان تامر أصر ان انا اعمل دور. قلت له انا هعمل ام. قال لي هتعملي ام وهتشوفي هتعملي ايه. فكان اصرار، ودايما ودايما كل مشهد بحبه جدا لما منى تعمليش ده، منى اعملي خدي الجمله دي وبصي لباسم كده. مهتم جدا بكل حد في المسلسل، بعيد ان هو ممثل. بجد اي حد بيقرا ورق المرافعه كان بيتفاجئ، ودي بشهاده الناس كلها وبشهاده الجميع. مش يعني الفنان باسم ياخور قال نفس الكلام طبعاً. دلوقتي حتى لما اقراه من خمس سنين بيقول طبعاً. عامل حبكه دراميه مهمه جدا، وباينه من اول مشهد. ان انا لو ما كنتش كمشاهده عاديه، لو ما كانش المسلسل شدني من اول مشهد ما كنتش هكمله. فعنده حبكه دراميه، عشان كده بتمنى ان هو يكمل في الدراما وفي الكتابه، لانه عامل ضفاير، مضفر شخصيات، مضفر حوالي 45 شخصية مع بعض. ده هذك كتير أكيد. وموهبة كمان أكيد. إن هو يقدم لنا دوت بشكل طبعاً. ناجح. هو موهوب في كل حاجة. ده أكيد. منى أنا اتبسطت النهاردة إن أنت كنت موجودة معايا، وأنا كمان ومبسوطة بيكي كمان، والشخصية اللي أنت مقدماها في المسلسل. وإن شاء الله بقى نتقابل بعد رمضان عشان أشوف كل المفاجآت اللي أنت عملتيها. لازم تشوفي المفاجآت، لازم تشوفي كل حاجة. ميرسي ليكي، ميرسي لمين دراما. كل سنة وأنتم طيبين، رمضان كريم عليكم. الله أكرم، الله أكرم. مشاهدينا أرجو إن أنتم تكونوا استمتعتم بحلقتنا النهاردة. بكرة بإذن الله هتكون في حلقة جديدة في استوديو دراما هكون موجودة معاكم فيها. إلى اللقاء.